يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على ميت أو على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان، هل الاتباع للجنازة يكون من بيت الميت أو من المسجد؟ على حسب، من بيته أفضل، إذا كان من بيت الميت إلى القبر هذا أفضل، وإن كان من المسجد إلى القبر فهذا اتباع لكن أنقص من الأول. نعم.